فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول يكثر عندنا الشرك بالله بأنواعه وبدعي وقراءة البردة في المساجد يقول يكثر عندنا الشرك بالله بأنواعه وبدع وقراءة البردة في المساجد وتعليمها لطلاب العلم، وإذا تكلمت معهم أول الكلام عن ظاهره مع الفارق بينهم في التمسك بالشرك والجهر به. سؤاله: ما حكم الصلاة وراء هؤلاء علما بأنه لا يوجد مساجد لأهل السنة في هذا المكان؟ لا تصلي معهم، لا تصلي خلف مشرك يعبد الأولياء والصالحين ويعبد الرسول، لا تشرك، لا تصلي، الصلاة باطلة. صل وحدك، ولو تصلي وحدك في بيتك ولا في مكان آخر، نعم، وإن كان معك من إخوانك أو حولك ناس تكونوا لكم مصلى وتصلون فيه، نعم.